بص هو اسمه صوابع زينب، واحنا عندنا في مصر هنا في حلويات بالشكل ده كتير، يعني تلاقوا ايه رموش الست، صوابع زينب، معرفش التسميات جاية منين، بس يعني هو ده اللي احنا اتعودنا عليه. صوابع زينب من الوصفات اللطيفة جدا اللي بتبقى مقرمشة ومقلية ومسقية بالشربات. فمبدئيا الشربات لازم يكون تقيل وبارد، يعني كوبايتين من المية، أسفة، كوبايتين من السكر عليهم كوباية واحدة من المية، يعني نص مقدار السكر مية. وبعدين بناخد حفظنا بقى المقدار بتاع البرنامج، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وعصرة نص ليمونة. النكهة زي ما انتوا عايزين، مية ورد، مية زهر، حبهان، زعفران، قرنفل، لورا، زي ما انتوا عايزين. اوكي، مقدار بقى الوصفة نفسها هتكون عبارة عن كوبايتين ونص من السميد الناعم، اللي هو يا حبايبي سميد البسبوسة بس ناعم. سميد البسبوسة بيبقى خشن، لا ده ناعم بقى، ناعم خالص زي اللي بنعمل بيه حلاوة الجبن. 2.5 كوباية من الدقيق الأبيض، كوباية مية، كوباية لبن، نص كوباية زيت، ربع كوباية زبدة، بيكنج باودر، شربات تقيل وبارد، فستق مفروم للتقديم. تمام؟ تمام. هذا السلاح مهم جدا، اللي هو المبشرة العادية بتاعتنا، لأن ده اللي بنشكل عليه صوابع زينب، وزيت للقلي. تمام؟ نقول بقى ايه هنعمل ايه؟ هناخد السميد، الدقيق، الزيت، البيكنج باودر، الزبدة، هغطيها واسيبها ترتاح. بعد ما بغطيها واسيبها ترتاح بعمل ايه؟ باجي اخد بعد كده قطعة حسب الحجم اللي انا عايزاه، اعملها بالطول زي الكفتة، زي تصبيع الكفتة كده، بس حسيتها صغيرة قوي. اهي الاول كورة، وبعدين اخد الكورة دي وافردها بالطول، وبعدين بقوم جايبة المبشرة واخد بس كده اهي. وضحت الفكره اهي؟ لا عايز بقى يسخن شويه كمان، او ممكن لا. طيب هنعمل ايه؟ هناخد صوابع زينب اللي احنا جهزناهم ونقوم نازلين بيهم في الزيت، مش حار قوي ومش بارد قوي، متوسط الحراره. الشربات اصفيهم، اديهم شويه من اسمه ايه؟ ايوه شكرا ميرسي، الفستق المجروش، واقدمهم وتبقى خلصت صوابع زينب اللي اتسالنا عليها كتير جدا واتطلبت مننا كتير قوي حتى في رمضان، بس احنا بصراحه ما رحناش ان احنا نعملها.